الخبر اول اللي عدى عن احمد حسن وتهمه التحرش وسجن الدخله. صراحه الخبر كان كلش صادم، ولكن نقلته هي شرقيه، وهي شرقيه شيء موثق 100% مستحيل يكذبون. نشروا هذا الخبر يا حبايب عن احمد حسن انه هو تغرم ب $1077 بعد ما تحرش عبر الانترنت. صراحه الخبر كلش صادم، ما ندري اذا هو مظلوم او لا، ولكن بالنهايه هو تغرم، ولكن اذا كان مظلوم فالله الوحيد اللي عارف بهذا الشيء. ما ادري صراحه اكتبوا بالكومنتات شو رايكم. بالاضافه انه احمد حسن واضح انه هو وزوجته نوعا ما منفصلين عن بعض، هذا اللي خلى احمد حسن انه هو يشيل فولو عن زوجته وبنفس الوقت يشيل كل الصور اللي بينهم. بالاضافه انه زوجته نزل شويه ستوريات تتكل على رب العالمين، واضح انه هي متضايقه. فاكتبوا بالكومنتات شو توقعكم الصاير بينهم. ننتقل حاليا لقمر الطاي والبث اللي سوته ويا مشاري اللي صار تجيب سيره نورمار، هذا اللي خلاها انه عصب منها ومن المتابعين اللي قاعدين يجيبون سيرة نورمار وتطلب من عندهم يوقفون هذا الشيء. طبعا هذا يأكد المشاكل اللي ما بينهم. بنفس الوقت يا حبايب هذه المرة الثانية البث كان ما كان يتغزل بقمر الطاي ويقولها انا حسافر تركيا على مودك، راح احط لكم اللقطة تشوفها وانتم شو رايكم. طيب اسم حبيب اسم نورمار. لا تقرا الكومنتس ابشر عادي، ترى انت قبل بدي يوم دخلت معك قلتي دنو، وانا والله من بحبيب احد، وادري ان اسم ما تحبين. حكيت لك في اسم عم ينكتب بالكومنت بس ما حكيت الاسم، لا تقرا اسمه. اسف اعتذر لك والله يا انسه، بس يمكننا يا اخي وانتم يا الله اللي عندي على طول. لا ينشرون غسل كانت تدخل على طول. جايز بالنسبه اللي يروحون عليا ويكتبون تعليقات شكلكم كل شيء يفشل يعني. والله صدق اي والله كلش كلش اسم اي والله كلش 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 فشل. لا والله جد يعني عيب والله يعني يجون من عندك يكتبوا لي اسم شخص، يجون من عندك يكتبوا لك اسم شخص. ما خلاص ما راح لا اقرا ولا انت تقرين. ودي شو اسمه ودي اجي عندك. ان شاء الله. وش فيس؟ انا بروح. وين تروحين؟ بروح لتركيا، انا مو عايشه بدبي. خلاص انا والله اصبر خليني اكلم اخوي. جايز كبسوا، جايز انتوا ما تعرفون ايش تسوون، تكبسون ايش على الشاشه بس يظلوا ايش تسوون. دقيقه بس ابغى اكلم اخوي، بس اخوي بس دقيقه على ذنس على ذنس. اوكي وان منت طال عمرس وان منت. احنا نبي نروح تركيا صح؟ اي نبي نروح تركيا صح؟ انت قلت لي كل مره احنا ناويين نروح تركيا. الله يهديك ورك اخلفت القرار الله يسعدك. اي خلاص ان شاء الله بكره رايحين تركيا الله يسعدك. عدنا بس يعني تعزمينا عندكم هناك. ان شاء الله احلام العصر بدون مكيف. يعني ما في سكرم؟ لا في كرم، بس انت بس تروح على تركيا ان شاء الله يصير خير. يعني هذه جزات هنا وبترك السعودية بروح لتركيا، واخر شيء يقولين لي احلام العصب بدون مكيف. امزح معك بس تجي يصير خير، انت ما راح تجي انا بعرف يعني. لا بجي. اوكي اهلا وسهلا. ننتقل حاليا نورمار يا حبايب، والستوريات اللي نزلها ديالي من خلالها انه راح ينزل لنا مقطع ويا لانا وليد، المقطع بعد اسبوعين يا حبايب صار لنا قاطع. فكتبوا بالكومنتات جاي متحمسين. انا قاعد عم اجهزكم بفيديو بكره، حماس الف، خليكم جاهزين بكره لفيديو رهيب. انا على الربيع بركين ومثقفين، هو لابتوب وانا لابتوب ولبك في اللوز. وبالختام احمد ابو الربيع حبايب وسافر للبنان، فنزل هذا الستوري دي يقول بي او دي من خلاله انه هو سافر للبنان انه يجهز الشيء كلش ناري، اضطر انه هو يسافر. راح احطكم الستوريات شوفوها. طبعا الكل عم بسال احمد ليش جيت هون وليش هيك انا واقف. اوكي ما راح تفهموا ليش انا جيت هون الا لما تحضروا فيديو اليوتيوب اللي حاعمله، والفيديو واحد من شغلات لازم اعملها اني اجي على لبنان، بالذات لبنان. الفيديو كثير غريب وحتنصدموا من الفيديو. بصوا يا حبايب نوصل المقطع، فجروا طب لايكات الاخبار كل صدمه اليوم، اكتبوا لي بالكومنتات شو رايكم. بس شكو فيزين، احبكم، مع السلامه.